أهلين بشبابي، والله شو أخباركم؟ الظاهر قاعد أسجل، الظاهر قاعد أسجل، ما سجلنا وإحنا يعني مو مستعدين. هذه شغلة فرضا أنا كنت قاعد أقول كلام، يمكن قاعد أتغزل فيك، قاعد أتغزل بيشو عادي، الكل يسمع ماكو مشاكل. لا، الغزل لازم يكون شيء رومانسي بيني وبينك من فراد. لا، أنا عندي الغزل علني. غزل علني ما ينفع رومانسية وياه. هذا لا تشبكوا وياه بتويتر، قلت كل شيء بتويتر. إي ما ينفع وياه كلش. شلونك؟ تمام. شو اخبارك؟ ماشي الحال. شو مسوي؟ انت شو مسوي؟ والله الحمد لله، الحمد لله. اليوم راح اتكلم، دام جبنا طار رومانسيه، راح اتكلم عن شنو يا ابو يعقوب؟ عن الالعاب اللي دغدغت مشاعرنا. الله اكبر. الكلمات مختاره. الحركات شو اقول؟ الكلمات طالعه من قلبي. لما قلت دغدغت ما ادري ليش ايدي سويت كذي. بس اوكي. شلون دغدغت انت؟ كذي كذي. انيميشن 60 فريم. ها لازم الفريم ريت. بس هو ما يشوفه باليوتيوب، بس يشوفون ثيرتي حد. شوف يد تلعب. شوف هذه 1080 بي 60 فريم. شوف بس باليوتيوب 720 30 فريم. لا بس صدق 1080 60 فريم. لا الحين انت بعد تعبان، يعني راح يقطع عليك بفرنج بعد، يعني مو ترقعين احنا. النت عندنا كل شيء مقطوع الكيبل. صاير شيء؟ اي مقطوع الكيبل. قال ياريور قارما اكيد لا هالمره ياريور بري. ياريور بري؟ اي بري. لحظه تطوروا قاموا يطلعوا من البحر ها؟ بس اي الحين طلعوا من البحر. الحوت قاعد يلعب بالحبل. اي الحين شنو اقول؟ لا خلاص البحر ما لا لا الحوت شكله الحوت شكله خلاله شات قال داش على كواليتي نت. تعطوني نتكم. الله يقول لك ابي كيبل اقرم اقرم. كيبل بري مقطوع زين، يعني كيبل بري مقطوع تقطع 60% من الانترنت، ما هي 20% ما شكلها زين. ليش يعني ايش بقى لنا؟ الدايلر انا احس هي بوقه. شوف انا مستفيد لازم الصيانه دائما احس، والصيانه عندنا توقع بالخليج الله بالخير. ف واش حاته 56K ما كان في يريور يقطع الكيبل. وين ال 56 دايلر؟ دايلر؟ ايه ما كان في يريور يقطع الكيبل، كان الوالد يقص الكيبل. او يشيلون التليفون. على الاقل الوالد لما يشيل الواير ما تقدر تحاكيه. عرفت؟ لحظة، انت لحقت على ايام تشبك بال على ويندوز 3.1؟ 3.1 لا ما شبكت 3.1. ما شبكت؟ لا كان عندي ويندوز 3.1 تذكره؟ خسي منو كان يشبك 3.1 انت؟ انا اي. فشلون تشبك؟ في ابلكيشن كنا دوز. كان في انترنت؟ ايه انا كان انترنت. غالي. كان غالي وقتها. ايه زين. شي 60 دينار يمكن بالشهر؟ لا كان 45 50 دينار شيء كذي بالشهر. طبعا دايلر 50 50 مبلى 50. جربت انا اشترك فيه شهرين ثلاثه كان بلس. بس خلاص اسحب نفسك. بس شلون كانت الطريقه؟ تشبك على في برنامج حاطينه مسوينه من دوز، ما شوف شاشه كلها سوداء زين. فاول ما يلقط الخط يعطيك صوت المودم تذكره. ايه على السريع لازم تضغط شنو F1 ما ادري F3، لازم تسكر الشاشه هذه بسرعه. اذا خليت الشاشه راح يفصل النت. مو بس كذي زين، النت يفصل كل نص ساعة. ايه يعني كان ما يكمل ربع ساعة شيء كذي. فاحنا كنا نحسبها ندش الاي ار سي نسولف نسولف. طبعا حزتها بس اي ار سي. اي ار سي ب 3.1؟ ايه زين. ايوه قديم اي ار سي. ايش فيك 95؟ 95 اوكي. ايه؟ 95 دولة. انا شوف انا لحقت على الانترنت على ايام الانترنت مكروت. لا انت جديد. انا يعتبر متاخر يعني. لحقت على اول ايامه. مع انه كان عندي كمبيوتر حزتها وفاهم كل شيء، بس انترنت كان شيء يعني لا كان طيب صعب جدا ان احصله يعني. كنت شنو انا واخوي واثنين عيال خالي نقطيه عشان نشترك حق البيت يعني. اي عادل عادل نروح نقعد كلنا كمبيوتر واحد. يلا انا بدش كان شنو كان في موقع قبل كان فاكس. كنت ادش لا بدش موقع. ايه لا انت ما منك فايده. ليش اي ار سي؟ تدري كنت اكره شيء اسمه اي ار سي؟ صدق؟ من اول انا اكره شيء اسمه تشات وسوالف علاوي خبير اي اس ال. ها؟ اي اس ال بليز. وانت ترد عليهم 16 فيميل اريزونا. 16 فيميل ذاك ما تذكر بالتسجيل اخر مره؟ مو اخر مره قبل فتره. نيك نيمي كان اوميجا دوم. الله اوميجا دوم 16 فيميل ها؟ ما كان 16 كم كان حزتها؟ 14 او 13 كنت بالمتوسطه. ايه اوميجا دوم. اوميجا دوم 95 الا كذي كنت تبي تهاوش مع واحد باير سي، والحين يشوف الفيديو 12
12 عمري. كنت 12 بقول لك. انت انترنت قبلي يعني. اي انا 95. لا انت قبلي، انا يمكن 96 او اول 97. شفت. انا والله على الكروت. متى ما نزلوا الكروت مال كيو اس اونلاين شنو اسمهم؟ انت الجيل الجديد انت 98. ايه. ما كان عندي، صعب صعب جدا ان عزتها صدق والله كان وايد صعب، لازم كان عندي خط تلفون. انا كنت تي وين كنت استخدم انترنت، اروح مكتب ابوي الشركه، اروح مكتبه هناك هو حاط شو يسمونه اشتري كرت واروح استعمله هناك يعني. لا اضحكك طبعا اشتركت بس شهر شهرين وبعدين خلاص فلست لمتى اقطع. بعدين ايام متوسطه انا ربعي اللي بالمتوسطه كلنا نروح انترنت كافيه على قديم انقط قطيه. الساعه كانت 3:00 ما ايش كثر، كانت غاليه الساعه 3 ولا 5 الساعه 3 لحظة قطن قطية وعلى كمبيوتر واحد؟ ايه حق ايرسي، حق ايرسي كل شيء واحد داش منك تقريبا طدايخين ايام المغامرات ويش من هذا يروح على الدين قبل لو تشوف اشكال جابت الكراسي لا كان شغلي كله دشات النت بفاكس معلق بلعبة. ايه انا اول شيء سويته، انا اول ما حطيت انترنت كان في موقع شيء سونيك صدق؟ ايه اللي تنزل منهم كودات جيم شارك. لا كنت استخدم كودات عاديه، ما عندي جيم شارك انا كان، بس عندك جيم بس شارك. اي عندي بعد كودات جيم شارك صح صح شيء سونيك قديم. بعدين كان يصير جيم فاكس صح وايد قديم. انا شوف انا استعملت اول شيء لما حطيت الانترنت بيتنا طبعا الكروت، اول شيء سويته كان نزلت وطبعت واحد من الجايدات اللي بجيم فاكس حق زلدا اوكرين اوف تايم. اوكي طبعته ما ادري مجلد وايد وايد بس لان ما عندي اكسس حق الانترنت على طول فقلت خلط بعه وريح مخي. تذكر قبل الشباب شو يسوون؟ ياخذون يطبعون من جيم فاكس كودات جيم شارك يروحون يبيعونهم. تذكرون يبيعونهم بعد؟ انا سويت لي دفتر الصق لوك هذه والدفتر شفت الدفتر هذا وريتنا اياه. اي بس حسابه ضاع مني اي شيء والله ضاع وريتنا اياه من جابه صح؟ ايه اذكر حط فيه انت بعد مو قايدات يعني تبس ما ادري شنو خرابي طايد ما قايدات ما قايدات كلها اطبع من جيم فوكس. كنت تذكر شنمو 1 لما لعبتها اول مره وخلصتها كانت يابانيه بس ما سويتها الا يعني مع قايد، هم طبعت من جيم فوكس قايد كان والله كان ديديكيشن يعني. الموقع هذا على ايامه ما كان موجود وكتبت قايد انا فيه حطيته كينج اوف فايترز اكساي شفت اوسوالد كتبت جايد حطيته هناك ودش اي وصدفه لما حطيت الجايد مالي صدفه واحد كان معي يعني كنت لي فتره انا كنت ادرس باستراليا فكنت اروح اركيد معين هناك بولايه بيرث انزين حتى اركيد اسمه اوربت اميوزمنت لما حطيت الجايد مالي واحد دز لي ايميل يقول لي انت يعقوب نفس اللي كان ينا بيرث كان يبط بط زين انت زين لان كنت صدق انا من هناك حزتها توب بلاير يعني زين كان يقول لي اي وين شنو كان يقول لي تكفى ترى انا فلان تذكرني وين شنو ابي اكمل جايد وياك يعني ابي اضيف عليه. الحين لما تدش شو اسمه الجايد مالي راح تلقى اسمي وراح تلقى اسم واحد ثاني اسمه كاميكازينا زين فهو هم ضاف على الجايد مالي وصار هذا الديفينيتيف جايد حق هالشخصيه بالانترنت اهم شيء. ايه والله ماكو جايد ثاني اصلا ماكو جايد ثاني حق هالشخصيه ما حد يعني. اذكر حتى واحد من الشباب واحد من ربعنا بالبرج باسل تذكره كان يكتب جايدات حق اي لعبه من اس ان كي يطلع فيها قيس صح عرفت. انا وايد استفدت من ستايله لان اقرا جايداته وخذيت من يعني استفدت من طريقة كتابته شلون يصير تصميم الجايد وشلون تكتبه وشلون اسلوب الجرافيك اللي شلون تتصمم الجايد فاستفدت منه وايد وخذيت من اسلوبه حطيت عاد عليه تاتش مالي عرفت وسويت الجايد مع شخصيتي. باسل من كثر ما وصل هاي ليفل بهالشخصية هذه وبالجايدات مالته ما حد قام يتجرأ ينزل جايد حق هالشخصية هذه بس معروف زين. انا حاشتني بهالشخصيه هذه باصول بالجايد مالي بس خلاص تبي تعرف كل شيء عن هالشخصيه كل شيء بالتفصيل اقرا جايدي. فيعني انجازات حلو لما انت تستفيد من موقع من تصغير من زين وصدق يعني يكون شيء وايد مهم بحياتك الجيمز يعني وبعدين اخر شيء انت
تقدم تقدم خدمه لهم بعد مثل ما انت يعني استفدت من خدماتهم. شوف وياك من هو صغير يحب يقدم نعم بس ما ياخذ شيء بالمقابل. لا خذيت بلا نهيت شنمو نهيت اوكرين اوف تايم سبتهم. اي صح بالقايدات بالقايدات اي صح فقاعد اقول لك يعني حلو حلو هالشعور. فعشان كذي لازم الحين نتكلم عن المشاعر. الحين راح نتكلم عن المشاعر. المشاعر والاحاسيس. نعم نعم مشاعر والاحاسيس حلو خوش تقوي هذا عجبني. عليك ضبطك ايوه على ملك الترقيع. والله شوف شوف اللي سمع حلقه تقول ملك الاحاسيس اللي سمع حلقه جيم اوف ذا يير يمكن راح يحوشه شوي طشار من الكونفرسيشن اللي راح يدور بال البودكاست الاسبوع. نفس الشيء يعني؟ يعني مو نفس الشيء قصدي انه يعني راح يمكن يمكن راح يفهم اي يمكن راح يفهم شلون راح تكون هالحلقه هذه. ايه النقاشات الاندفاع بالمشاعر الاندفاع بالمشاعر يعني الحين القلب هو اللي راح يتحكي اكثر من المخ. اوه سجل 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 سجل